يرى عزيز تختار أسامة مروة وحفلة كبيرة لغت مروان في سوريا، سفر أنس ومفاجأة بسان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع اليوتيوبر أنس الشايب الذي نشر مجموعة من الستوريات وضح من خلالها أنه سافر إلى الأردن، وأيضا أضاف ستوري آخر علق عليه أنه سافر للمرة الثانية ووضح ذلك من خلال هذا الستوري. وعلق أنس على هذا الستوري بي: وين سافرت؟ وليش؟ وكيف؟ وشو سبب السفرة المفاجئة؟ بكرة بطلع بستوري وبتعرفوا كل إشي. الأيام هاي في كتير شغلات مهمة ولحظات حلوة بدي أصورها إلكم، فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ وأيضا في الجهة المقابلة قامت بسان إسماعيل بالإعلان هي أيضا أن هناك أمر أو مفاجأة ستعلن عنها قريبا. أخيرا أعلنت أخت اليوتيوبر غت مروان أنها بدأت تحضيرات حفلة تخرجها التي ستقام في سوريا، وهذا هو أحد الأسباب سفر غت مروان إلى هناك. وهذه الحفلة ستضم كل الأشخاص الذين سافروا مع غت مروان، والبعض يتوقع أن كارولين وجهينة سيكونان في هذه الحفلة. هاي كيفكن يا جماعة؟ شو الأخبار؟ طبعا أول شيء أنه أنا اشتقت لكم كتير، وتاني شيء بدي أتشكر كل حدا بعت لي وبارك لي، بس يعني بدي أعتذر أنه أنا ما قدراني رد على كل العالم لأنه عم بضيعهم بين رسائل، بس شكرا كتير عن جد من كل قلبي أنكم أنتم فرحتوا لفرحي. وطبعا لسه ما خلص هون، لسه في الحفلة الكبيرة اللي ما ضل حدا ما تنمر علي فيها من أهلي الحمد لله يعني. طبعا هلأ رايحة أضبط كم شغلة إنه ترتيبات للحفلة وهالأمور هاي، وهيك يعني طمنوني عنكم شو الأخبار. قامت يارا عزيز بنشر ستوري لدبدوب أطلقت عليه اسم أوسي، وعلقت على الستوري أنه مش يوتيوبر، وأغلب المتابعين استغربوا لماذا قامت يارا باختيار اسم مشابه لاسم أسامة مروة لدبدوبها، والبعض ذهب تفكيرهم بعيدا وتوقعوا أن حبيب يارا عزيز التي تخفيه عن متابعيها في السوشيال ميديا قد يكون أسامة، وهذا مجرد توقع للمتابعين. شو رأيكم وتوقعاتكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟